عماد، قبل ما ناقشك في اللي انت عمال تكتبه واحنا بنتكلم ده، هسألك سؤال واضح وصريح وجريء. هل من العادي او من الطبيعي او من العرف ذكر اسماء لقيادات كبرى في مؤسسات مخابراتية في تقارير صحفية بهذا الشكل؟ يعني في عرف الدول، هل ليس من العادي ومن عادي. الطبيعي ان يطلع الصحفي اللي هو رئيس CNN أن يطلع على اسم قيادة مصرية مخابراتية واحنا بنقولها على الملأ أهو، هل ده طبيعي أن يتم الاطلاع على هذا الاسم وأن يزج به في تقرير صحفي بهذا الشكل محاولة لأن يبين أن هناك فعلا مصادر مطلعة أسندت له أو أمدته بهذا الخبر؟ الإجابة لا، قطعية. وذكر الأمر بهذه الطريقة هو دليل على صحة اللي احنا بنقوله، أن أنت بتتعمد الإساءة والتشويه. أنا هقول لحضرتك على يعني ملاحظات سريعة. خلال هذا الأسبوع أنا قابلت مسؤول عربي رفيع المستوى وفي يعني مطلع على ما يحدث. الراجل قال لي الآتي، قال فوجئنا أنه الأمريكان والإسرائيليين بيأتوا إلينا ويقولوا لنا خدوا بالكم الدولة الفلانية وافقت على كذا وكذا، لما كان في كلام على إدخال قوات إلى السيناريوهات بتاعت اليوم التالي غزة ما بعد الحرب، ثم يذهب للدولة التانية يقول لها الدولة دي وافقت. فلما الدولتين العربيتين اتنسقوا مع بعض اكتشفوا ان لا ده قال ولا ده قال، بس هو كان بيرمي بالونات وبيديها لتقارير لوكالات كبرى ومصادر كبرى حتى يدي ايحاء للجمهور العربي والجمهور العالمي ان هذه الدول متواطئه مع اسرائيل وقبلت شروط لا تقبل، وهي الدول دي لم تقبل. وحينما فشلت الامور بدانا ندرك بقى حجم الهجوم الامريكي الاسرائيلي المنسق سياسيا واعلاميا. قبل ما نوصل للنقطه دي، لا كيف، معلش اتفضل، النقطة اللي أنا بقولها لك تاني وبقولها واضحة وصريحة، الحديث عن جهاز المخابرات العامة المصرية والدور الذي قام به، ألم تطمئن كمصري حتى في وقت من الأوقات بعد ذكر كل هذه الأمور أنه عندما يقف ضدك الأمريكان والإسرائيليين يبقى أنت صح، أنت واقف بثوابت صحيح؟ طيب أنا جاوبتك قلت لك الإجابة قطعيا لا. والنمرة اتنين الجلي في هذا الأمر والواضح أن الموقف المصري حينما يتلقى هجوما إسرائيليا أمريكيا معناه أنه كان يدافع بصدق وبحق عن الشعب الفلسطيني وعن الحقوق العربية وعن منع تصفية القضية الفلسطينية. لو لم يفعل ذلك ما كانوش هاجموه، كنت هيطلعك صورك على التايم والنيوز ويك ورجل السلام ورجل اتعملت كتير بالمناسبة، كان بيضحك ويديك جوائز دولية ويفتح لك أبواب. فلما يبتدي هجمك تعرف تماما وفورا أن أنت عملت موقف عروبي بجد، عملت موقف يدافع عن الحقوق المصرية وعن الحقوق الفلسطينية. هذا هو التفسير الوحيد. طيب. الحاجة بس السريعة، النهاردة كمان طلع تأكيدات أن مصر لم تغير في وثيقة الوقف إطلاقا، وضياء رشوان قال نتحدى أي حد يقول لنا احنا غيرنا فين في الوثيقة. الأمريكان من التسريبات اللي طلعت أنه كما تعلم كان ويليام بيرنز موجود في اللحظات الأخيرة، صادق على الوثيقة ثم تهرب نتنياهو. لكن قيل ايضا ان امريكا رفضت ان تتعهد طلب الحماس، احد المطالب الرئيسيه لحماس والمقاومه الفلسطينيه، ان تكون امريكا ضامنا اساسيا لمنع عوده اسرائيل لوقف للقتال. رفضت الامريكان. ايه معناه الرفض؟ انك تعطي الاسرائيليين الحق في العوده الى قتل الفلسطينيين الاسرى وبعدين عجله الحرب تدور تاني. الحاجه الثانيه الاخيره وهي نقطه مهمه، يعني هختلف قليلا مع الدكتور نورهان، الرأي العام الإسرائيلي يدرك أنه واعي جدا. لا أنا متحفظ، الرأي العام الإسرائيلي ليس ضد نتنياهو بالكامل، هناك خلافات إسرائيلية، هناك في غالبية المجتمع الإسرائيلي يتفق على الأهداف نفسها، يختلف على التكتيك وعلى الطريق. كلهم رفضوا الدولة الفلسطينية. بيني جانتس في الثمان نقاط اللي قالهم الانذار اللي ده نتنياهو كلها هي اهداف نتنياهو، لكن الفارق هي طريقة قتل الفلسطينيين. يعني انت تعتقد ان الخلاف الحكومي الاسرائيلي هو خلاف مصطنع او لا؟ مش مصطنع، خلاف حول التفاصيل مش حول الجوهر، ودي نقطة مهمة. طبعا يعني لا يوجد طرف نتنياهو، لما امريكا لمحت ذات يوم قبل ثلاث شهور هي وبريطانيا انها قد تضطر للاعتراف بالدولة الفلسطينية، نتنياهو خد مشروع قرار وراح للكنيست برفض قيام الدولة الفلسطينية تحت أي ظرف من الظروف. من الذي صوت معه؟ جانتس، إيزنكوت، لبيد، كل القوى السياسية الإسرائيلية ما عدا هو. الاختلاف في الحرب، الاختلاف في الهجوم في الطريقة مش في الحرب، هم مع الحرب لكن هم بيقولوا كيف نحارب؟ إزاي نحارب ونقتل فلسطين بس بطريقة شيك؟ نتنياهو بيقتل، هو مدفوعا مختطف ربما من بن جفير وسموتريتش والياهو أميحاء الياهو، لكن كلهم مع رفض الدولة الفلسطينية، كلهم بيتكلموا عن هو لا دولة إلا إسرائيل من النهر إلى البحر. النهاردة طالع أكثر من كلام ردا على الاعتراف بتاع الثلاث دول. أسبان هرجع للاعتراف بتاع الثلاث دول. أوكي.